خير يا سيدي، خير يا سيدي. وقفت العربية ليه؟ معلش يا استاذ حمدي، مش هينفع اطلعك بالعفش ده، لازم تصريح. تصريح ليه؟ ما انا طلقته وخلاص وسبت شقتي وده عفش يا سيدي. معلش، يبقى حضرتك تجيب لي القايمه والمدام تيجي. مدام تيجي؟ بقول لك طلقتها، انا ما بقدرش امشي كلمه عليها. خلاص يا سيدي، الاكس تيجي، ما تبقاش ضيق قوي كده، وحد من اهلها يجي يضمنك. استاذ حمدي، انا شايف نيش في العفش ده، والنيش على العروسه ما تصحش عليا انا، ده مش عفشك. ده ما بقاش في عروسه، ما بقاش في عروسه يا اخويا. منك لله، منك لله يا شيخه، غويتيني وما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. غويتيني؟ قديم في كلامك وفي شكلك. وبعدين هي لو كانت بتحبك ما كانتش هتسيبك عشان تبقى بعد كده تعاكس بنات الناس تاني. احنا بنبيع الايس كريم بشرفنا. بس الف شكر يا استاذ، لحقتيني قبل ما تغوري، او انا عاكستك عشان تضربيني. احتياطي احتياطي. منكم لله. ايه ده؟ انا قلت لكم 100 مره البني ادم ده استحاله يشتغل في الاماكن الراقيه دي كلها. ليه بس كده يا اكسلانس؟ اسكت، مش عايز اسمع صوتك. شايف الزنقور اللي هناك دوت؟ يلا اجري وقف عنده وربع ايدك. هنقف في الزنقور؟ هتقف في الزنقور وتربع ايدك، ولو مش عاجبك هتربع رجلك كمان. يلا. حاضر. ايه الادب دي؟ الزنقور اهو، بقى اقعد بقى قول لي انت بقى وتعالى. انت بتبرطم بتقول ايه يا ولد؟ بتبرطم وبتعمل كده ليه؟ لو مش عاجبك اديك حسابك ومشيه. انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه؟ بدل ما تطلبوا منه ان هو يعلي لي مرتبي، رايحين تشتكوني للاكسلانس. يا بجحتك يا بجحتك، عايز زياده في مرتب. اهدى. وهو ملبسني التورته في وشي. اهدى. تعرف ايه؟ على فكره يا فندم، احنا اشتغلنا في فنادق كتير جدا قبل كده، والتورته في الوش في تنزانيا بتدل على الحب والتقدير والاحترام. بس التورته في الوش ما فيهاش معلش يا اسراء. يا فندم معلش، دي اول غلطه لينا، سامحونا بقى. والاقلاب اللي لبستها لي استاذه اسراء ايه؟ كانت جرافيك. معلش حضرتك، احنا اشتغلنا في فنادق كتير قوي، والقلم في فنزويلا معناها طرد الارواح الشريره والاحترام الشديد جدا. وبعدين يا فندم دي تاني غلطه لينا، سامحونا بقى. استاذ جميل. ايوه. الراجل ده بوظ الفايب بتاع الكومباوند. يا نهار اسود منيل. ايوه. بوظ الفايب؟ ايوه. انت ازاي يا ولد تلعب في حاجه ما تفهمش فيها؟ الفايب ده يتصلح وعلى حسابه، وتجيب لنا كلنا فايب، اوكي؟ حاضر، نعمل لك اي حاجه عشان ارضيكوا يعني. اسكت بقى. انا وشك مش عاجبني. ايه اربعه ده كمان؟ هو ناقص يتربع اكتر ما هو متربع؟ لف بظهرك وكلمني. بظهري؟ اكيد بظهرك هستلطفك اكتر. يلا. حاضر حاضر يا جميل بيه. استاذ انت عارف ان انا ممكن اعمل اي حاجه. الولد ده بيقول ايه؟ انا مش سامعه. حد سامع حاجه؟ لا خالص، انا حد سامع حاجه خالص. امرنا الى الله. قرب يا ولد عشان اعرف اسمعك كويس. حاضر يا جميل بيه. دلوقتي لا، ما تلفش بوشك، خليك بظهرك. تعال قرب. بظهري. حاضر يا اكسلانس. انا والله العظيم انا بحاول. سو لافلي. اوه فيري لافلي.